بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الآن بدأ إن شاء الله بدأ البرد يجي، ما إحنا الآن على دخول موسم الشتاء إن شاء الله. طبعا البرد بده يجي، متعة الآن متعة إنك تولع نار وتعمل تدفع الحطب، هاي جدا متعة كتير طيبة. طبعا أمريكا تجارة الفحم والشغلة غير طبيعية، يعني خيالية، بحصلوا أموال لا يعني لا تقدر من فقط من تجارة الفحم. طبعا الأخشاب راح أخذكم إن شاء الله اليوم حلقة، يمكن أعطيها بالأسبوعين اللي جايات، عن الأخشاب ونوعياتها. أنا الآن بدي خشب للحطب، شايفين، بدي للتوليع ما بينفع معي أي خشب، مش زي البلاد أي خشب بتحطها. التوليع بدك يكون مثلا خشب هاردوود. الهاردوود هو هذا الهاردوود، شايفينه، هاي خشبة هاردوود. الآن شايفين خشب هاردوود، شايفينه كيف؟ هذا هاردوود أو بلوط، في منه نوع، هاي أتوقع هاي بلوط، طلع ما أحلاها. هذا بيكون كويس على النار، بيعطي حرارة عالية وبطول يوم يولع، بيعطيك فترة عالية بالتوليع، ما بيولع مرة واحدة زي الباين تريز. هذاك باين تريز ما بينفع. طبعا أمريكا مشهورة بالباين تريز. فالآن بدي أقص الشجرة هاي وبفرجيكم عمليات كيف أنا بقطع الخشب وبجهزه للشتاء إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله البقرات تونسوا علي، هسه بسمعوا صوت طبعا استخدام التشين صا هذا جدا خطر، لأنه ثقيل، شايفينه ثقيل، ومش أي واحد بقدر أأمن عليه. لا سمح الله لو واحد عمل فيه أي مشكلة، ممكن حتى لو بيشتغل عندي يروح ياخذ مني مصاري كلها ويحكي لي إن أعطيته شغلة واستخدمها عنه، استخدمها هو غلط. المنشار يا شباب وقفت شوي، غيرت المنشار لأنه كان تعبان شوية، فجبت واحد جديد. طبعا بدي أفرجيكم هاي القطعة الصغيرة، بقصها قطعة صغيرة هيك، وهاي بتكون بالفرن على طول. القطعة الكبيرة راح أفرجيكم كيف راح أقصها وكيف بحطها في الماكينة، كيف الماكينة بتقطعها 4 شكر. فخليكم معاي شوية. الآن بآخر عملية لتجهيز الحطب. الآن شايفينها الآن
بالصلاة على النبي، هاي اللي جمعنا شوية حطب اليوم، اللهم صل على سيدنا محمد. وخليت كمان في شوية تحت بدي اروح اجيبهم، خليني اجهز الروح، خليني افرجيكم كيف بجهزها للماكينة وكيف بقصه. سبحان الله، شباب شايفيني انا قاعد بقص الان الشجر تبعي وبجهزه، هاي اخر مرحله زي ما حكيت لكم. وطلعوا هناك شايفين جاري، شاف اذا واضح ولا لا، جاري قاعد بقص لي الزرع امام بيتي، بقص لي الزرع امام بيتي. سبحان الله، مرته مرضت الفتره اللي فاتت ورحنا اخذنا لها ورد، يعني انا وزوجتي مع ناس، وكانت يعني صابها سرطان، نسال الله لنا ولكم العافيه، وماتت قبل شهرين تقريبا. وسبحان الله، يعني هو الان لحاله ما عنده وقت، ولكن سبحان الله شوف بقص لي الزرع تبعي ببلاش وداير باله على المنطقه تبعتي. وهاي من حسن الجيره، سبحان الله، يعني جار هو كويس، بعامله كويس وبعاملني كويس، سبحان الله. مع انه اول ما جيت على المنطقه كان ما يحبني، ولكن حاولت مره ومرتين ورحت تكلمت معاه وشرحت له عنا وعن بلادنا وعن كذا، والان سبحان الله هاي بقص لي الزرع من غير ما الشجر تاعه، من غير ما اطلب منه. عندي كم من ملاحظه يا شباب، هنا شايفين الشجرة هذه زي ما حكيت لكم، هذا بنباع كل كم من قطعة شايفينها، كل القد بنباعه بخمس ست دولارات في السوبر ماركت، القد بنباعه بخمس ست دولارات. تخيل أنا قديش قطعت وقديش عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي أول نعمة، اشتريت الماكينة هاي، هاي كلفتني 1200 دولار ولله الحمد والفضل والمنة. هاي عندي لها عندي كذا سنة وبستخدمها الآن وأنت ما بدي. وجاهز أنت ممكن تعمل بزنس، تعمل تجارة فيها، في ناس هين بيشتروا الماكينة هاي بقصوا للناس. وبيبيعوا طول الشتاء، اللود ب 75 دولار بيجوا بياخذوه، اللود عباره عن يعني تقريبا هيك بكب صغير ب 75 دولار ل 100 دولار، بتعتمد على المنطقه وعلى المكان، عندنا ب 75. فوق عندنا بالنورث كولوراينا شوي لفوق ب 120 و125. بتعتمد على المنطقه وكثر الناس اللي بقصوا، فهي ممكن تعمل عليها بزنس، طبعا انا بعملها هاي للبيت عندي، وشاف الشجر ما احلى. طبعا انت ممكن تسال ليش ما بقص بالفاس؟ ليش ما بقطع بالفاس زي ما بتشوفه بالافلام؟ الشجر وهو هيك بيكون مبلل ما بينفع، لازم يكون ناشف عشان تقصه بالفاس. وطبعا عمليه متعبه، اذا الله عز وجل مكرمك ومتفضل عليك انك تشتري ماكينه زي هاي، اشتريها وبتريح حالك وبتريح ايديك وبتريح اعصابك، وشغله سهله جدا. واللهم صل على سيدنا محمد، شوف ما احلى المنظر وما احلى شجر، اطيب منه واحلى منه وريحته حلوه. وجاهز الان، يعني انا بدي اخليه انشفه شويه، يمكن شهر زمان قبل ما استخدمه، وبيكون جاهز للاستخدام. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.